السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه طبخ ليلى. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم لكم طريقه تحضير حلوه لشرب الشاي اللي كتجي لذيذه بزاف بالكريم باتيسير، كتجي هائله. كنتمنى هذه الوصفه هذه تنال اعجابكم. بلا ما نطول عليكم خليكم تابعوا معايا الوصفه، ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد. خليكم تشوفوا معايا هذا الفيديو. هذا نبداو على بركه الله بتحضير هذه الوصفه، واول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نعطيكم المكونات، وان شاء الله المكونات ديال جميع الوصفات غادي تلقاوهم مكتوبين في صندوق الوصف باش يسهل عليكم تعيدوهم. ونبداو على بركه الله. غادي نحتاج 250 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، كاس الا ربع ديال السكر سنيده او سكر الخشن. غادي نحتاج 4 غرام ديال خميره الحلوى او بيكن باودر، هذه عندي فيها 8 غرام، هذا غادي نحتاج غير النصف ديالها. عندي جوج بيضات بحراره المطبخ، حبيسه ديال الملحه، وغادي نحتاج 3 معالق كبار ديال بودره الكريم باتيسير. انا اختاريت بالنكهات الحامض، نتوما ممكن تختاروا الكريم باتيسير اللي تيكون عادي، حتى هو كيجي لذيذ بزاف وكيعطيها واحد الهشاشه. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، هذه كتجي لذيذه وعلى حسب الخليط. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج ندوزو لطريقه التحضير. دابا خديت العصريه، هاد العصريه جابتها لي ماما كنقول لها شكرا. هادي ديال الخشب، غادي نهرس فيها جوج ديال البيضات، غادي نزيد قبيصه ديال الملحه، غادي نزيد سكر سنيده، ونخلط كلشي مزيان. غادي نزيد 3 معالق كبار ديال بودره الكريم باتيسير يكونوا عامرين مزيان. واحد، جوج، 3. غادي نخلط كلشي مزيان. دابا كيف كتشوفوا كريم باتيسير تخلط مع البيض مزيان ومع السكر سنيده. دابا غادي نضيف الزبده، 250 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، علبه كامله فيها 250 غرام. دابا غادي نعاود نخلط كلشي مزيان حتى كينسجم الزبده مع البيض والكريم باتيسير والسكر سنيده. كيف غادي تشوفوا معايا ما درتش فاني، ما درتش شي حاجه، حيت كريم باتيسير اصلا فيه نكهه زوينه حتى العادي بلا ما تزيدوا عليه شي منكه اخر، حيت كيعطي داك النكهه ديالو زوينه. انا اليوم فضلت ندير بنكهه الحامض. نخلط مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم. صافي هما تخلطوا مزيان. دابا غادي نحيد هذه وغادي نخدم بايدي. غادي نضيف نص خماره، صافي غادي نبدا نضيف طعم بشويه بشويه حتى كتجمع ليا العجين. بسم الله.
صافي غادي نستمر بنفس العمليه، كنبقى نزيد بشويه بشويه حتى تجمع لي العجينه ونرجع معكم ان شاء الله. دابا العجينه ديالي ها هي راه تجمعات، غادي نغطيها ونخليها ترتاح واحد 5 دقائق ونجي نشكلها. من بعد ما رتحت العجينه ديالنا كيف كتشوفوا غادي نشكلها كريات صغيورين، وغادي نديرها هنا في خلي ثلاثه درت فيها وراء الزبده، ممكن ندهنوها غير بالزيت. غادي نديرهم صغيورين شويه حيت كيف كتعرفوا راه درت فيها نص خماره، كنقرصها غير شويه وغادي نحطها هكا. تحاولوا نديرهم بنفس الحجم، المهم يعني الحجم ديالهم كيبقى على حسب الاختيار، بغيتوهم كبار شويه او صغيورين. وكنخلي بيناتهم واحد المسافه صغيره. صافي غادي نكمل العجينه ديالي كامله ونرجع معكم ان شاء الله. صافي دابا بعد ما كملت الحلوه ديالي استفتها في اللاطه، درت الفران كيسخن من قبل درجه الحراره تكون متوسطه. دابا غادي نشعل عليها في الاول من التحت حتى كطيب الحلوه ديالي، وكنشعل عليها من الفوق باش يتحمر لها الوجه ديالها، ونطفي عليها ونطلعوا ان شاء الله من بعد ما طيب. دابا من بعد ما طابت الحلوه ديالنا هنا خديت الزلافه درت كاسرونه فيها شويه ديال الماء، درت فيها الشوكولاط كحل، غادي نضيف لها شويه ديال الزيت وغادي ندير الشوكولاط يذوب، وبنفس الطريقه غادي ندير الشوكولاط البيض. دابا الشوكولاط ديالنا ها هو راه ذاب، غادي ناخد هاد الشوكولاط اللي تيكون ملون، يعني الشعريه ديال الشوكولاط ملونه هي اللي غادي نزين بها. والحلوه ديالنا بطبيعه الحال خاصها تكون بردات تماما. دابا غادي ناخد هكا الشيته وغادي ندهن بالشوكولاط بهذه الطريقه، كتجي سهله ما كتضيعش الشوكولاط بزاف. دهنيها كامله غادي نحطها هنا فوق ورق الزبده، وقبل ما كتكرم كندير فوقها شويه ديال هذيك الشعريه ديال الشوكولاط ملون شويه. غادي نستمر بنفس العمليه، كيف كتشوفوا تنحطها، وغادي ندير شويه ديال الشعريه ديال الشوكولاط غير شويه الوسط. صافي غادي نستمر بنفس العمليه حتى كنكمل نصف الكميه اللي عندي ديال هاد الحلوه، والنصف الاخر غادي نديرو بالشوكولاط ابيض. كندير بحال هكا. دابا بالنسبه للشكل الثاني غادي نديرو عادي بلا شوكولاط، غادي ناخد بحال هكا حبه ديال الحلوه وكندهنها بالناباج او الكونفيتير ديال المشماش، كتسخنوه شويه غير دفيوه ودهنوا به هاد الحلوه ديالنا. وحتى هي كديروا فيها نفس الطريقه شويه ديال الشوكولاط او الفيرميسيل ديال الشوكولاط بالالوان. غادي نعاود معكم وحده اخرى كدهنوها بالناباج.
دابا الشكل الثالث والاخير، هنا عندي شوكولات ابيض درت فيه شويه ديال الملون الخاص بالشوكولات في اللون الغوز كيف كتشوفوا. ممكن تستعملوا اي لون او ممكن تكتفيوا به غير بالابيض صافي. كنحرك مزيان، وبنفس الطريقه اللي درت بها الشوكولات الابيض غادي ندير بها هذا الشوكولات الغوز. كندهن وغادي ندير الشعريه ديال الشوكولات. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الحلوه اللي عندي كامله، ونرجع معكم نوريكم الشكل النهائي. صافي دابا من بعد ما كملت الحلوه ديالي غادي نخليها حتى كيشد مزيان الشوكولاط فيها ويبرد، وديك الساعه كنقدموها بالصحه والراحه. انا كيف كتشوفوا معايا راه خرجت كميه كثيره. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، كيف كتشوفوا كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى هذه الوصفه هذه تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. خليكم ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده.